السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، مرحبا بكم إلى استوديو الكان، أحد برامج التلفزيون الجزائري طيلة كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2022. استوديو الكان من تلفزيون الجزائر، اهلا بكم من جديد مشاهدينا، معكم ارحب هنا بالبلاطو بالزميل محمد جمال الذي سيرافقني في الحديث عن محاور العدد. اهلا وسهلا ومرحبا جمال. اهلا جعفر، مساء الخير، اهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام، مرحبا. مرحبا جمال، شكرا على الحضور. مشاهدينا معكم كذلك سارحب من العاصمه القطريه الدوحه باللاعب الدولي السابق والمحلل نصر مقيدش الذي سيكون معنا عبر تقنيه سكايب. إذا أبدأ مع تحياتنا لنصر بقيدش. نعم، أبدأ معك جمال، ربما كبداية الحصة التدريبية الثانية للمنتخب الوطني سوف نشاهدها بعد قليل، ستكون ربما لبداية ضبط المعالم من جديد بعد حصة الأمس التي كانت ربما كاستئناف بعد الهزيمة أمام منتخب غينيا الاستوائية. تمام جعفر، الضغط الذي يجب أن يكون بكل دقة هذه المرة في مباراة حاسمة وفاصلة بالنسبة للمنتخب الجزائري أمام كوت ديفوار من أجل لعب كل الحظوظ، ما دام أن هناك حظوظ بالنسبة للمنتخب الجزائري، مباراة في المزاد، ثلاث نقاط في المزاد أيضا بالنسبة للمنتخب الجزائري، يجب أن يكون ذلك. نأمل كل الخير وكل التفاؤل بالنسبة لهذه المباراة، لأنه ما زال هناك حظ، ما زال هناك أمل، نلعب الأمل إلى آخر دقيقة، إلى الصافرة النهائية لحكم المباراة. وحسب ما علم فإنه باكاري غاساما في آخر خبر ربما هو الذي سيدير هذه المباراة، وكان منتظرا هذا الخبر بالضبط. سنفصل أكثر ربما في السياق بعد قليل، ونبدأ بالحصة التدريبية التي أجراها المنتخب الوطني بداية من الساعة الرابعة بملحق ملعب جابوما، تحسبا للمباراة الحاسمة التي ستجمع الخضر الخميس القادم بمنتخب كوت ديفوار ضمن الجولة الثالثة عن المجموعة الخامسة، وباستثناء ربما جمال بلعمري الذي عاودته الإصابة في مباراة غينيا الاستوائية. عرفت الحصة التدريبية مشاركة كل التعداد بمن فيهم عبد القادر بدران ورامي بن سبعيني. مشاهدينا، لأكثر تفاصيل ومن مدينة دوالا ينضم إلينا موفدنا بلال بناري. أهلا بك بلال، ربما في أول أو السؤال الأول الذي يطرح نفسه، كيف جرت الحصة التدريبية وما الذي ميزها؟ مساء الخير الزميل علي جعفر وللزميل محمد جمال ولضيفك أيضا من قطر ومشاهدينا الكرام. طبعا الحصة التدريبية التي انطلقت منذ الرابعة مساء تشرف على نهايتها في هذه اللحظات، وكما تشاهدون في الخلفية من خلفي عناصر المنتخب الوطني ستتهيأ بعد حوالي خمس دقائق من الآن للعودة إلى الفندق. وما ميز هذه الحصة التدريبية علي جعفر هو حضور 27 لاعبا من أصل 28 لاعب. اللاعب الوحيد الذي لم يشارك في هذه الحصة التدريبية هو آدم والناس،
جمال الدين بالعمري شارك في حصة الأمس وشارك في حصة اليوم، كل التعداد يشارك في الحصص التدريبية التي تسبق هذه المباراة المصيرية. طبعا العناصر الوطنية قبل أن تتنقل إلى هنا قامت بحصة فيديو في الفندق، وقبلها أجرت عملية PCR يعني، ونتائج المسحة التي تخص هذه العملية ولله الحمد كلها كانت سلبية كالعادة يعني. المنتخب الوطني أمام كل الخيارات المتاحة. نعم بلال، كالعادة المنتخب الوطني بكل انضباط لا حالة لحد الآن ولله الحمد كما ذكرت، نتمنى أن تدوم هذه الحالة. نعم والله الحمد لله من هذا الباب يعني العناصر الوطنية محمية جيدا، وهي عناصر محترفة وتدرك بأن أي خطأ ربما تقع فيما لا يحمد عقباه من جراء هذا الفيروس. العناصر التي كانت مصابة على غرار كما أشرت قبل لحظات جمال الدين بالعمري والذي خرج ولم يواصل المباراة الأخيرة، عاد ولله الحمد يشارك في التدريبات ما عدا كما قلت آدم الناس. ربما الصداع الذي يؤرق جمال بالماضي واللاعبين وأنت تعلم هو محمد جمال وكل جمهور الرياضي الكريم هي أرضية الميدان التي أصبحت كارثية، ويجب أن لا نخفي هذا، ولم تعد تساعد بتاتا لتطبيق كرة القدم خاصة والمباراة تتعلق بمنتخبين كبيرين عالميين اسمهما الجزائر و كوت ديفوار. نعم يعني كان الكثير من النجوم بلال بناري سواء المنتخب الوطني أو منتخب كوت ديفوار، وقد تأكد اليوم من قبل الكاف بأن المباراة ستلعب بملعب جابوما ولن يتم تغيير مكان إجرائها. لا أبدا، يعني هي مجرد إشاعات ما كان يقال هنا وهناك، هي مجرد إشاعات لأن اللجنة التنظيمية حاولت ربما ومن خلال إعادة تهيئة أرضية الميدان، وقفنا على إعادة التهيئة اليوم ولكن بطرق تقليدية لا ترقى لمستوى منافسة بحجم منافسة كأس أمم إفريقيا. يعني أقول هذا، تصور بأن المرشات التي تحتويها وتقنية الرش التي تحتويها الملاعب العالمية غير موجودة في هذه الأرضية، أما في أرضية الملعب الملحق نشاهد هذه التقنية وعملية رش العشب الطبيعي. في بعض الأماكن من هذا الملعب ملعب جابوما الأرضية تضررت كثيرا وتسببت في إصابة حارس منتخب كوت ديفوار، كما تسببت في إصابة لاعب المنتخب الوطني المدافع القوي جمال الدين بالعمري. لذلك يجب أن نتعامل مع هذا الظرف، وإن شاء الله المنتخب الوطني يرفع التحدي ويجتاز عقبة منتخب إيفواري موش بعيد عليه في المستوى. نعم تفضل جمال. نعم بلال مساء الخير، أهلا بك. مساء النور جمال. مرحبا بك بلال، أنت حضرت الحصة التدريبية. بلال كيف جرت الحصة التدريبية من ناحية النفسية والمعنوية؟ بالضبط سؤال. وهل الروح كانت حاضرة في انتظار المباراة الفاصلة أمام كوت ديفوار؟ والله سؤال مهم جمال. الروح هاته ربما عبر عنها أنصار المنتخب الوطني الذين تنقلوا إلى الفندق من أجل الرفع من معلويات رفقاء رياض محرز، وهتفوا مطولا 1-2-3 فيفا لالجيري ونحن خلفكم مهما كانت النتيجة، أسعدتمونا على مدار سنوات، وهذه المباراة حاولوا والعبوا لأن الأمر يتعلق بمصيرنا يعني بين أيدينا جمال. الفوز يعني التأهل إلى الدور المقبل، وبالتالي من الناحية المعنوية حتى جمال بالماضي باد لهم هذا الشعور ويعرف جيدا قيمة هؤلاء الأنصار وقيمة اللاعبين عند هؤلاء الأنصار. لذلك ما لمسناه ولو من بعيد من خلال الحصة التدريبية تلك الأجواء المرحة والحماسية، هم لاعبين محترفين نسوا كان بودهم أن يبدأوا البطولة بكل قوة ولكن لظرف أو لآخر لم يتمكنوا من ذلك. الآن الكرة في مرماهم، إن اجتهدوا وأصابوا فلهم أجرين، وإن اجتهدوا ولم يصيبوا فلهم أجر واحد جمال. شكرا بلال. نعم فيما يتعلق بالأجواء بصفة عامة، الأجواء المناخية من حرارة ورطوبة وغير ذلك، بلال
كيف تبدو الأمور يعني في ساعة تقريبا في ساعة المباراة يعني الساعة الخامسة؟ يعني يوم الخميس بإذن الله التوقيت نكونوا لاعبين في المرحلة الثانية حوالي 20 دقيقة. الجو لطيف يعني الجو جميل إلى حد الآن، درجة الرطوبة أو نسبة الرطوبة تنخفض، ولكن الأيام تختلف من يوم لآخر. مثل الآن لا نشعر بنسبة الرطوبة، ولكن حتى يوم الخميس ربما يتغير المناخ علي جعفر، وهذا عامل مهم. ربما الغير متواجدين هنا أثناء المباريات التي لعبها المنتخب الوطني لا يدرك الدرجة التي تؤثر سلبا، درجة الرطوبة التي تؤثر سلبا على لاعبينا. يجب أن نقول بأنهم لم يعتادوا على مثل هكذا ظروف. في هذه اللحظات علي جعفر الحافلة التي تقل العناصر الوطنية تغادر ملعب الملحق لملعب جابوما نحو الفندق بعد أن أجرت حصة تدريبية دامت ساعتين وعشرين دقيقة. نتمنى للناخب الوطني أن يجد التوليفة وأن يجري التغييرات التي قد تأتي بالجديد يعني، وتسعد هؤلاء الأنصار لأنهم يستحقون هذا، ولا واحد ادخر جهد من أجل سعادة الشعب الجزائري، ولكن نتمنى الأفضل. وذلك ذلك ما نتمناه جميعا. كل التفاصيل ربما أعطيتها حتى هاي حافلة المنتخب الوطني. المصور كرن لك هاي تغادر في هذه اللحظات بمعنويات عالية. إليك علي ولجمهورنا الرياضي الكريم الخط. شكرا جزيلا لك بلال بيناري، مفدونا إلى مدينة دوالا بالكاميرون على كل هذه التفاصيل. إذن الكل شارك باستثناء آدم والناس الغائب عن تدريبات أمس وكذلك اليوم، شيء مبشر وشيء مفرح. ربما ننتقل إلى العاصمة القطرية الدوحة، وحيث ينضم إلينا من هناك نصر مقيدش المحلل وكذلك اللاعب الدولي السابق. مرحبا بك من جديد سيد نصر مقيدش. ربما السؤال الذي أطرحه عليك كلاعب سابق بدرجة الأولى، في ظل حالة أرضية الميدان الكارثية بكل المقاييس، منتخبان من الدرجة الأولى ومن العيار الأول في أفريقيا، كل منتخب يملك نجوم يلعبون في كبرى الملاعب العالمية والأوروبية، هل هذا ربما سيجعل الأمر متكافئ والحظوظ متساوية والأكثر تكيفا وتعاملا مع الواقع هو الذي يظفر بنقاط المباراة؟ صحيح، يعني خلينا نتكلم على الوضع الذي يوجد فيه المنتخب الوطني، حيث الأمور لم تكن معه نظرا لكل المشاكل من مناخ من رطوبة، كذلك أهم شيء هي نوعية الأرضية التي لم تسمح لمنتخبنا الجزائري كما نعرف طريقة لعبه في الاستحواذ والامتلاك الكرة واللعب الوانتوهات واللعب القصير، فالأرضية هذه بالتأكيد لا تسمح. لكن في هذه المرحلة وبعد مبارتين فيجب أن ننسى هذا الموضوع ونركز أكثر شيء على طريقة اللعب وعلى العزيمة وعلى الروح والانضباط، كذلك الانضباط التكتيكي من اللعب، لأن في بعض الأحيان في كلتا المباراتين السابقتين شهدنا بعض عدم الانضباط التكتيكي من بعض اللاعبين، وأعتقد أن الطاقم الفني بقيادة جمال بالماضي موجود لإيجاد الحلول، وأعتقد أن هذه الفترة قبل المباراة الثالثة يكون قد استخلص الكثير من تلك المباريات، ولو أن المنتخب الجزائري قدم مردود يعني مقارنة بالمنافس كان الأفضل، سواء من ناحية الاستحواذ من ناحية خلق الفرص، لكن أحيانا الكرة لا ترغب في الدخول إلى الشباك، فيجب العمل والمثابرة والعمل بكل قوة للوصول إلى الهدف المنشود، خاصة وأن منتخبنا لديه القدرات اللازمة للوصول إلى الدور الثاني، خاصة مع منافس اللي تقريبا يلعب نفس الطريقة كالمنتخب الجزائري، وهذا ممكن يكون لصالحنا لأن المنتخب الإيفواري في هذه المباراة قد لا يركن في المناطق الدفاعية، وإنما هو كذلك يرغب في احتلال المركز الأول، لأن الخطر يأتي من غينيا الاستوائية في حالة فوزه ويعتلي المركز الأول، وبالتالي
حتى لو ان الكوت ديفوار مؤهل يعني منطقيا فتكون لديه صعوبه في المباريات الاخرى، فعلى المنتخب الايفواري ان هو كذلك ان يهاجم، وبهذه الطريقه قد يفتح بعض المساحات لمنتخبنا، ونحن نعرف قدرات منتخبنا. صحيح ان النتائج لم تكن حسب ما كنا نتوقعه، الا ان هذه هي كره القدم. والحين انا كنت اشاهد في مباراه السنغال يعني بعيده عن كل المستوى، فكل الفرق الكبيره لم تلقى ظلتها في هذه الكأس، وممكن هذه هي مفاجأة من مفاجآت هذه الدورة، ممكن البطل يكون غير المتوقع. ولكن المنتخب الجزائري بعزيمته، وأنا أدري أن جمال بلماضي يقوم بعمل جبار لأنه يحب الكرة ويحب المنتخب الجزائري، وقاعد يعمل بكل قواه ومن كل إمكانيات لإسعاد الجماهير، خاصة الجماهير التي انتقلت ولو بقلة، إلا أن الجزائري دائما موجود أين يكون المنتخب الجزائري. صحيح كل تمنيتنا أن المنتخب الجزائري يتأهل إلى الدور القادم، وبعد ذلك نرى ما سيحدث، فنعطي الفرصة للاعبين ونساندهم ونساعدهم حتى في أوقات المحن، لأن هذه ما إلا كرة قدم، وإحنا نعلم كلنا الفترة الطويلة التي أسعدنا بها المنتخب الجزائري على كل الميادين العالمية. فنتمنى لفريقنا العبور، ويجب أن نسانده وندعمه ولا نتخلى عنه في حالة ما إذا حصل أي مكروه. نعم ناصر مقيدش، سأعود إليك للتفصيل كذلك في الحلول وكذلك البدائل المحتملة في المباراة القادمة، وكذلك للزميل محمد جمال بعد أن نتوقف عند هذا الفاصل. مشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا. حوس على مغامرات وتحب توصل للقمة، استعد وانضم إلى أكبر مجموعة جيمر، كل هذا على هاتفك النقال. سرعة، حماس، تركيز. مع موبينيس التحق بأفضل خدمة للألعاب موبيني ستور، سجل عبر ستور وموبينيس بوند زد واستفد من اشتراك يومي أسبوعي أو شهري. موبيليس، معا نصنع المستقبل. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. استوديو الكان من تلفزيون الجزائر، اهلا بكم من جديد مشاهدينا. اذا نواصل نقاشنا واعود اليك محمد جمال هنا بالاستوديو. ربما كما تحدث كما كان يتحدث ناصر مقيدش من الدوحه، الفرص كانت موجوده، الاستحواذ كنا يعني 64% مقارنه بمنتخب غينيا الاستوائيه. الظروف نفسها، ما هي الاولويه الان بالنسبه للمنتخب الوطني في المباراه الثالثه امام منتخب كوت ديفوار، امام منتخب على الورق نظريا وكذلك واقعيا من بين المرشحين كذلك؟ تمام جعفر، انت محق في طرح السؤال لانه اساسي وجوهري بالنسبه للمنتخب الجزائري. مثل ما كان يقول ويحلل النصر وهو ادرى واعلم لانه مدرب ولاعب دولي سابق، طريقة اللعب، الانضباط التكتيكي، ولكن أحيانا جعفر أيضا أرضية الميدان هي التي تحتم عليك طريقة اللعب التي يمكن أن تلعبها أمام المنافس. اليوم نحن أمام حقيقة وهو واقع، أرضية ميدان سيئة لا تصلح لمباريات في كرة القدم في نهائيات كأس أمم إفريقيا، يعني الأمر تدهور كبيرة. واليوم نحن أمام مباراة فاصلة وحاسمة بين الجزائر وكوت ديفوار، بين منتخبين كبيرين، بين منتخبين يضمان لاعبين ونجوم ممتازين في التشكيلة من أجل ورقة التأهل إلى الدور الثاني. إذن كيف يكون الحال وكيف يكون الأمر؟ ربما ناصر هو الذي يجيبنا على السؤال، ولكن طريقة اللعب مهمة، الانضباط التكتيكي مهم، ربما راح تكون هناك بعض التبديلات أو التغييرات بالنسبة للناخب الوطني، ولكن أيضا حقيقة الميدان تؤخذ بعين الاعتبار والاهتمام، لأنه هل نحن اليوم مضطرون للعب بطريقة مباشرة؟
صح. هل نحن اليوم مضطرون للاعبي بطريقة البناء والتدرج من أجل الوصول إلى مرمى المنافس؟ هل نحن مجبرون اليوم على اللعب على الأطراف؟ صح. هل نحن اليوم مجبور على اللعب بنفس الطريقة والخطة والانضباط التكتيكي؟ ربما أنا أفسر نرفز الجمال بالماضي بالنسبة لعدم الانضباط التكتيكي أحيانا وللتوجيهات والتعليمات التي لا تطبق على أرضية الميدان. نعم. وبالتالي يمكن العودة إلى هذه النقطة من خلال التفسير. نعم. الممكن نزيد لك 30 تسديدة بالنسبة للمنتخب الجزائري في مباراتين، 11 تسديدة فقط كانت في الإطار. معنى ذلك أن المنتخب الجزائري كان يحتاج إلى التوفيق، إلى الفعالية، إلى فعالية وواقعية، وكان يحتاج فقط، وأنا أكرر هذه الجملة، إلى هدف، إلى اللمسة النهائية، إلى هدفين في مرمى المنافسين من أجل أن نحرر وفك العقدة. نعم. بالضبط. جمال، سوف ننقل كل هذه التساؤلات إلى المحلل ناصر قيدش من العاصمة القطرية الدوحة. قبل ذلك أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الإيفواري لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة ستقام على ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية، وبذلك ينتهي الجدل المثار في الآونة الأخيرة حول تغيير ملعب المباراة، وكذا الأخبار المتداولة منذ نهاية مقابلتي المنتخبين في الجولة الثالثة على خلفية التدهور الكبير الذي شهدته أرضية الميدان. نصر مقيدش من الدوحة، أعود إليك من جديد، وربما استمعت لتساؤلات زميل محمد جمال، يعني كيفية اللعب، الكيفية التي من، يعني نحن لا نلبس ثوب النخل الوطني، ولكن أنت كتقني كلاعب سابق، ما الذي يجب أن يتداركه الناخب الوطني؟ صحيح، ويعني بالنسبة للجوانب الفنية أنت تعرف في ظروف القاسية التي يعيشها المنتخب الجزائري نظرا لسلبية الملعب، واعتراف كذلك الاتحاد الأفريقي وحتى الاتحاد الكاميروني برداءة الملعب، ولكن القوانين والقرارات دائما ما تؤخذ في الحسبان. أعتقد أن من ناحية الفنية إذا ركزنا على آخر مباراة فشفنا الفريق يستحوذ، الفريق مسيطر، الفريق يخلق فرص، لكن الأهداف لا تأتي. كما قال جمال، أحيانا الكرة تأبى أن تدخل إلى الشباك. أعتقد أن من ناحية الفنية الشيء اللي أنا شاهدته في خلال المباراة أن المنتخب المنافس كان يضغط علينا أحيانا في النص، وأحيانا يسوي ضغط عالي مما كان يربك المدافعين ودفع المدافعين باش يلعبوا الكرات الطويلة، والكرات الطويلة هاي مش لصالح منتخبنا ومش من أسلوب منتخبنا. صحيح. وكانت سهولة في التصدي لكل الكور الهوائية نظرا للبنية الجسمانية للمنافس. نعم. لم يعطينا حتى الفرص التي جاءت لنا، كانت يعني المساحات ضيقة وتكتل المدافعين، فكان من الصعب تسجيل، كان يكفي هدف واحد وتنقلب كل الأمور. فأعتقد أن جمال بلماضي قد لا يغير الاستراتيجية، لأن لا يمكن في ظرف خمسة أيام أن نغير استراتيجية كلها. ممكن بعض التغييرات في التشكيل نظرا لإصابات وعدم تألق البعض، هذا ممكن، أما تغيير الأسلوب كامل هذا من المستحيل. وأعتقد أن حاليا هذه المباراة مباراة الأخيرة، وهي مباراة مصيرية. نعم. على جمال بلماضي أن يوعي أشباله باللعب بكل رجولة، بكل بطولة، وبكل ذكاء، وكذلك تفادي الأخطاء الفردية، لأنه شاهدنا في المباراة الأخيرة أحيانا نضيع بعض الكور السهلة. فلما تكون عندك الكرة عندك أكثر فرص أنك تسجل، لكن لما أنت كل مرة تعطي الكرة للمنافس فهو الذي يبني، وفي نفس الوقت ممكن يخلق لك يعني خطورة على مرماك. فأعتقد أن توجيهها تكون أكثر منها سيكولوجية، منها نفسية، ومنها انضباط وتركيز عالي كيف التعامل مع الكرة. شفنا الكرة الطويلة غالبا ما كان الحكم يصفر تسلل، يجب على المهاجمين التمركز بالشكل المناسب. صحيح. وأخذ الاعتبار تسلل، لأن كرة جميلة تأتي وأنت في مركز التسلل. فيجب على اللاعبين أن تكون ردة فعلهم. صحيح. نصر الإشارة، إذا سمحت نصر الإشارة هنا إلى بالليل الذي وقع خمس مرات في وضعية تسلل وكانت الفرصة مناسبة بالنسبة للمنتخب الجزائري. بالتأكيد. نعم. بالتأكيد نعم. وظروف أخرى كذلك
ظروف أخرى اللي هي من ناحية تنظيمية، فكيف لا يشتغل الفار؟ لأن كان من حقنا أنه مثلا نراجع هدف بليلي ونتأكد، والكل وحتى الحكام يتكلمون يقولوا هذا هدف شرعي. هنا التساؤل كبير ناصر القيد، هذه أمور تنظيمية أخرى اللي ترجع للكاف وترجع للاتحاد الكاميروني، لكن إذا بقينا في المجال الفني لازم تكون عندنا جرأة في الاحتفاظ بالكرة في الوسط، لأن الفريق الإيفواري هو كذلك فريق ليس كالفرق الأخرى الإفريقية، وإنما هو فريق الذي هو كذلك يسعى وراء البناء وراء الترتيب والعبور عن طريق الاحتفاظ بالكرة من الدفاع والوسط، وهذا يساعدنا. فما علينا إلا أن نطبق ونكون نلعب بكل جدارة وبكل قوة، على الأقل كما قال جمال إلى آخر رمق موجود في عضلات اللاعبين، وبعدين في الأخير هذه كرة القدم مهما كانت الظروف تبقى كرة القدم، وكل تمنياتنا للمنتخب الجزائري أن يكون في مستواه ويفرح الجماهير التي قاعدة تدعم في هذا الفريق يعني بكل قوة. نعم، ومن بين الدلائل سيد ناصر بخيدش وما يدعم كلامك وكذلك كلام محمد جمال، يعني الإحصائيات التي بينت والتي نشرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، التي بينت أن جناح المنتخب الوطني يوسف بلايلي هو أفضل صانع فرص في الجولتين الأوليين لدى الدور المجموعات في الكان، وأحصت الكاف 10 فرص كاملة ليوسف في صدارة الترتيب، متقدما على فال وكذلك على بوفال وكذلك على ساديو ماني. مؤشر آخر على أن الفعالية جمال الفعالية نعم. تخون أو تنقص أو تغيب، وربما الحظ وأشياء أخرى لم تكن حاضرة في المباراتين الأوليين، والهدف يعني الذي كان سيكون مفصليا مغيرا للمعدات لم يحضر. نعم، تمنعت الكرة أن تدخل الشبكة. نعم. علي أنت محق، لأنه 10 فرص فقط لبليلي لوحده. صحيح. لوحده معلاه، إذا كان هناك توفيق، لو كان هناك توفيق، والتوفيق دائما نسأله من الله، يعني إن شاء الله يوفق المنتخب الجزائري في المباراة القادمة. 10 فرص حتى ولو سجل واحد أو اثنين من فرصة واحدة أو فرصتين من أصل 10 فرص بالنسبة لي بالليل فقط. نعم. فالأمر يكون مختلفا تماما. نعم. تكون هناك واقعية، تكون هناك فعالية أمام المرمى. نعم. يكون هناك وصول إلى شباك المنافسين، وبالتالي الأمور تختلف تماما عما هي أو ما كانت عليه في المباراتين الأولى والثانية، خاصة في المباراة الأولى أمام سيراليون عدد الفرص السانحة، في المباراة الثانية أيضا بطريقة غريبة وعجيبة، أحيانا الكرة تضيع ولا صحيح. تدخل مرمى المنافس، يعني نعم. شيء غريب وعجيب، ولكن إن شاء الله في المباراة الثالثة التوفيق يكون، والفرص نفس المنتوج الفردي والجماعي والمردود وخلق الفرص والسيطرة والاستحواذ، وكل هذا ما كانش كافي. نعم. للمنتخب الجزائري للوصول إلى الشباك كنا نحتاج إلى هدف عالي. فقط إن شاء الله هذا الهدف يكون زائد. نعم. هناك شيء آخر بالنسبة للمنتخب الجزائري، أظن بأنه افتقد أو ضيع سنة حميدة. نعم. وهي سنة التسجيل في 20 دقيقة الأولى أو صحيح. بين 20 دقيقة و 30 دقيقة الأولى من عمر المباريات بالنسبة للمنتخب الجزائري، تابعناه في مباريات سابقة وأنه نعم. يسجل في هذا التوقيت. نعم. وبالتالي عندما يسجل المنتخب في هذا التوقيت يضغط على المنتخبات المنافسة التي تحاول الخروج والرد، وبالتالي بعد ذلك تكون هناك أهداف أخرى. نعم. ويكون هناك مجهود آخر، ما حصل جمال هو أن المنتخب صار يجري وراء النتيجة. لم نعش مثل هذه الحالات لمدة طويلة، لمدة 3 سنوات لم يعش المنتخب الجزائري هذه الحالة الفريدة من نوعها، وأنه أصبح يجري وراء هدف أو تعديل النتيجة. نعم، على كل نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني. مشاهدينا، ربما نذهب إلى فاصل إشهاري ونعود بعدها لاستكمال برنامج استوديو الكان، تفضلوا بالبقاء معنا. حوس على مغامرات وتحب توصل للقمة، استعد وانضم إلى أكبر مجموعة جيمر، كل هذا على هاتفك النقال. سرعة، حماس، تركيز،
مع موبينيس التحق بأفضل خدمة للألعاب موبيني ستور. سجل عبر ستور وموبينيس بوند زد واستفد من اشتراك يومي أسبوعي أو شهري. موبيليس معا نصنع المستقبل. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى استوديو الكان من تلفزيون الجزائر. كنا نتحدث عن المنتخب الوطني، عن الحظوظ، عن كذلك الظروف المصاحبة لمشاركته في النسخة 33 بالكاميرون. مباراة كوت ديفوار ستكون مفتاحا، وستكون مفتاحا مفصليا بحول الله من أجل التأهل نحو الدور القادم وإبقاء حظوظ المنتخب بيديه بدلا النظر إلى حسابات المجموعات صحيح. الأخرى. نعود ربما إلى نصر مقيدش من العاصمة القطرية الدوحة عبر تقنية سكايب. سيد نصر مقيدش، ما الذي يجب التركيز عليه الآن؟ ما هي الاستدراكات الواجبة الآن من قبل الناخب الوطني؟ وكيف ترى الحظوظ خاصة في ظل ترقب نتائج المجموعات الأخرى؟ هي أول شيء الاتحاد. الاتحاد بين اللاعبين، لان الحين اصبحت التاهل اصبح بين ايدي اللاعبين. اعتقد ان الاتحاد والاخوه وتكوين كتله ولحمه واحده والهدف واحد عند كل اللاعبين هو اللي يجعل، لان من ناحيه الامكانات الفنيه المهاريه موجوده عند المنتخب الجزائري، وليس انا او اي شخص اخر ممكن يقول العكس، لان الروح والعزيمه يجب أن يكونا موجودان في هذه المباراة، وكذلك إبعاد اللعب الفردي وإنما استعمال اللعب الفردي للعب الجماعي، لأن كرة قدم هي لعبة جماعية في أول مطاف، فنلعب الفردي لصالح الجماعي والكل يشارك، والكل يشارك، المدافع يساند الوسط والوسط يساند الهجوم وهكذا في ناحية الدفاعية، أو المدافع هو المهاجم، مش المهاجم دوره كان يهاجم، لا، المهاجم يجب أن يدافع، لأن لو نشوف الكرة الأوروبية مثلا على غرار مانشستر سيتي الكل يهاجم الكل يدافع، ما فيه لا الذي لا يدافع يطلع على البنك، لأن الأمور تختلف. لهذا أعتقد أن جبل ماضي يعني مسيطر على الوضع، لديه لحمة مع اللاعبين، واللاعبين يقدرونه ويسمعون لجبل بلماضي. أعتقد هذا هو المفتاح الأساسي لمنتخبنا للتأهل إلى الدور المقبل. نعم. بتقديم ما يمكن تقديمه إلى آخر حمر لبني موجود. نعم. في العضل. سيد نصر قيدش، لم نتحدث ربما كما ذكرت عن الرسم التكتيكي، ولم نتحدث عن التأهل. نعم، دون أن نتحدث عن النهج التكتيكي الذي سيدخل به المنتخب، لأن ذلك من صلاحية الناخب، ولا كذلك عن الطريقة التي يجب اللعب بها، في تقديرك يعني في التشكيلتين اللتين لعبتا المباراتين الأوليين، ما هو ربما المنصب الذي وجب إعادة النظر فيه، يعني كتغيير منصب بمنصب، يعني مع المجموعة المتوفرة في كرسي البدلاء؟ حاليا اذا احنا شفنا المنتخب الجزائري كل المباريات السابقه، والمنتخب الجزائري سجل اهداف واهداف عديده، وهذا هو العقم الموجود، فاكيد الحين من الناحيه الهجوميه سواء بونجاح او سليماني لم يوفقا يعني للدرجه التي كنا نطمح اليها. لكن التغيير في مباراه حاسمه، فانا فكرت مثلا قلت يعطي فرصه لعموره، لكن عموره في هذه المباراه ونظرا للقامه بتاعه فالعمليه صعبه، فاكيد راح يعول على يا اما سليماني يا اما بنجاح في هذه المباراه. فاعتقد ممكن بالعمري اذا ما في حاله ما لم يرجع الى يعني مستواه الصحي الجيد، فاكيد بدران يكون الاقرب اذا هو كمان موجود يعني في احسن صحه، والا طهرات يكون البديل الثاني. نعم. في وسط الميدان اعتقد ان انا رايي لو يعطي فرصه لزرقان، لان هذا اللاعب يتسم بقدرات بدنيه هائله ونحتاجه كذلك في الاسترجاع، وهذا دون تقليل من امكانيه بن دبكة الذي هو كذلك في هذا المنصب اعطى الكثير للمنتخب الجزائري، وكذلك وجود بن ناصر يكون موجود يعني في القائمه. الحين
هذا وهذا دور بالماضي بصراحة. فغولي، هل فغولي جاهز لسه جاهز 100% أو لا؟ إذا هو مش جاهز، وكذلك نترقب زروقي إذا كان يعني في أحسن الأحوال. فزروقي لعب مهم في وسط الميدان، كان يتمتع بعملية التحول من دفاع إلى الهجوم، يعني كان يدير لا ترانزيسيون فاسيل عند هذا اللاعب، كان ينقصنا في خلال المبارتين. وأما الجانب الهجومي فمحرز وبالليلي يكونوا موجودين، وننتظر ما قد يفاجئنا به الناخب الوطني جنب الماضي. نتمنى أن تكون مفاجآت سارة وإيجابية كذلك كما تعودنا عليه في وقت سابق. محمد جمال، ربما عن الروح التي تحدث عنها نصر القيدش، عن تلك الروح، روح المجموعة، روح يعني الجماعة. أنت ربما كنت شاهد في الكثير من المحطات مع المنتخب الوطني وحتى في عهدة بالماضي، هل تعتقد أن هذه المجموعة الحالية هي الأكثر انسجاما وتجانسا وروحا واحدة من بين العهدات السابقة، المرات السابقة؟ نعم ممكن، حتى ولكن أظن نعم بنسبة أكثر وبنسبة عالية على الأقل، من حيث الانسجام والتفاهم، من حيث هذه الروح الأخوية الصداقة العائلية التي تجمع بين العائلة، نقول إخوة في عائلة يجمعهم المنتخب الجزائري، تجمعهم الألوان الوطنية. نظن بأنه أيضا ما صرح به عطال عندما قال لقد قدمنا كل ما بوسعنا لكن الأمور لم تجري كما كنا نتمنى ونريد، على الأقل هو كان يعرف بأنه هم قدموا ما يجب ولكن الأمور ما مشات كما يجب. على الأقل دائما نقول نحتاج إلى هدف، هناك انسجام، هناك تفاهم، هناك يعني أخوة، هناك بين اللاعبين هناك روح، لا فرق بين الذي يلعب والذي لا يلعب، ليست هناك، بالعكس أنا نظن بأنه هذه الأمور هناك انضباط، هل الفوارق هذه هناك انضباط كبير في المنتخب الجزائري، الروح حاضرة. نقول بأنه اليوم في كرة القدم، في كرة القدم كل شيء ممكن عليه. لماذا؟ نحن راح نلعبوا أمام كوت ديفوار اللي هو في المركز الأول بأربع نقاط، صح. نحن لا نمتلك إلا نقطة واحدة وفي المركز الأخير، ولكن حسابيا المنتخب الجزائري ممكن، وكرويا وعلى أرضية الميدان في حالة حسابيا ممكن أن يتأهل وأن يفوز، وبالتالي ممكن أن يتأهل، ممكن أن يتصدر كذلك، ممكن يتصدر بالضبط. يعني حبيت نقول بأنه في كرة القدم فرصة واحدة، مباراة واحدة ممكن أن تغير كل المعطيات والحسابات وأن تقلب كل الموازين التي كانت موجودة. شريطة الفوز، هذا هو الفوز، هو المفتاح طبعاً. المفتاح بالنسبة لتأهل المنتخب الجزائري طبعاً أمام كوت ديفوار، ونفصل في ذلك إن أردت. نعم سنفصل إن أردت. يعني معليش إذا سمح لي يعني نقطة ننتقل إلى نعم سيد نصر القيدش، فيه نقطة يعني مهمة جدا اللي أنا لاحظتها خلال المباراة وهذه تخص اللاعبين. فكثرة الحديث مع اللاعبين وكثرة الحديث مع الحكم هذا يعني يفقد التركيز. فعلى بالعمري وعلى بن سبيعني وعلى بنجاح التقليل من هذه التصرفات، لأن ليس بمصلحة الجماعة. ففي مباراة يلعب مبارته ولما تخلص خليه يقول لي هو عايز. مهم جدا هذا الكلام. نعم سيد نصر القيدش، لن ننتقل ربما للحديث عن مباريات المجموعات الأخرى والمباريات التي تلعب اليوم، حيث في هذه الأثناء مباراة الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية تعد دقائقها الأخيرة، حيث منتخب السنغال متعادل دون أهداف مع نظيره المالاوي، فيما المنتخب الزيمبابوي متفوق بهدفين مقابل هدف واحد على نظيره الغيني. كما تتواصل مشاهدينا مباريات الجولة الثالثة سهرة اليوم بداية من الساعة 8:00 مساء بمباراتي المجموعة الثالثة، حيث يلتقي منتخبا غانا وجزر القمر، بينما يتنافس المنتخب المغربي مع نظيره الغابوني على بطاقتي تأهل نحو الدور ثمن النهائي، بالإضافة إلى المركز الثالث المؤهل ضمن حسابات أصحاب أفضل المراكز الثالثة. إذن جمال، الحسابات القادمة، المباريات المتبقية، سنترقب كل مباراة، كل مجموعة سنكون معنيين بكل هذه المقابلات. صحيح، شريطته هو الشرط الوحيد عالي هو الفوز طبعا. طبعا المنتخب مطالب بالفوز وبفارق هدفين من أجل ضمان التأهل بغض النظر عن نتيجة المباراة بين سيراليون وغينيا الإستوائية.
نعم هذا الشرط الأول دون انتظار نتيجة المباراة ودون انتظار، ولكن هناك حسابات أخرى أو حالات أخرى ممكن أن تكون بهدف مقابل لا شيء. الأمر أيضا يتعلق بمنافس عنيد وكوت ديفوار، ولكن نحن نتكلم عن الفوز. اليوم نحن أمام حقيقة وواقع ميدان فاصل وحاسم، يجب أن نفوز إذا أردنا التأهل إلى الدور القادم. والحالة الوحيدة التي ندخل فيها الحسابات هي تعادل بالضبط منتخب غينيا الاستوائية وسيراليون، فوز وفوز أحد الطرفين يؤهلنا معا. بالضبط يهمنا فوز نيجيريا أمام غينيا بيساو وفوز السنغال حساب مالاوي، ولكن النتيجة متعادلة لحد الآن يفتح الطريق للمنتخب شريطة الفوز. نعم نحن أمام حقيقة واحدة وهي أننا نفوز أمام كوت ديفوار. الفوز هو المفتاح طبعا، ثم التفكير في بقية المباريات وفي مواجهة الأربعاء يواجه منتخب مصر نظيره السوداني، فيما يلتقي منتخب غينيا بيساو ونيجيريا بحثا عن تأشيرتي المجموعة الرابعة. العياشي مسيري معه تفاصيل. لأجل ضمان التأهل مباشرة دون الدخول في الحسابات، حامل اللقب في 7 مناسبات منتخب مصر يستعد لمواجهة منتخب السودان في ختام دور المجموعات. الفراعنة متواجدون في المركز الثاني برصيد 3 نقاط من فوز أمام غينيا بيساو بهدف واحد وهزيمة أمام نيجيريا بالنتيجة نفسها. في هذه المواجهة سيعول المدرب كيروش على خبرة محمد الشناوي في الحراسة وأحمد حجازي وأيمن أشرف في الدفاع، وفي وسط الميدان عمر السولية ومحمد النني، وفي خط الهجوم نجم المنتخب محمد صلاح صاحب هدف الفوز في المباراة الأخيرة. من جهة أخرى منتخب صقور الجديان يريد صنع المفاجأة والفوز بأولى النقاط 3 التي تعبد لهم طريق الوصول لدور 8، وهو صاحب النقطة الوحيدة في المركز الرابع بتعادل أمام غينيا بيساو وهزيمة أمام نيجيريا بثلاثية. العناصر السودانية مستعدة لهذا الموعد، وهذا ما أكده المدرب برهان تيا بأن منتخبه ما زال في السباق وسيلعب لآخر رمق، وأن اللاعبين جاهزون في صورة عمرو يعقوب وعباس عمر. مباراة اليوم مفتوحة على كل الاحتمالات، و90 دقيقة ستفصل في هذه المواجهة التي سيحتضنها ملعب أحمد أهيجو. إذن استوديو الكان دائما معكم مشاهدينا. حسابات هذه هي المجموعة جمال، وما يتعلق بنا كمنتخب وطني؟ قلت بأنه دائما ننتظر النتائج الأخرى، وهو أن الفوز نيجيريا ما زال يهمنا، غينيا الفوز السنغال، ولكن اليوم السنغال متعادل أمام مالاوي، الأمر متروك إلى نهاية المباراة. يفتح الطريق للمنتخب الجزائري دائما شريطة الفوز في انتظار مباريات أخرى، مثل مباراة مصر والسودان. التعادل أو الفوز بالنسبة لمصر أمام السودان يفتح الطريق أمام المنتخب الجزائري في حالة الفوز أمام كوت ديفوار. هذه الحالات اللي ممكن نتكلم عليها مبدئيا إلى غاية نهاية المباريات، ونشوف إلى أين وصلت النقاط وفريق الأهداف والحالات التي ممكن أن تؤهل كل منتخب من المنتخبات الأربعة اللي يحتلوا مركز 3 الأحسن والأفضل. نعم مازال ناصر مقيدش مازال معنا من العاصمة القطرية الدوحة عبر تقنية سكايب. سيد ناصر مقيدش، ربما نحن نتخلص من المجموعات الواحدة تلو الأخرى، وكل مجموعة تبرز فيها الترتيب النهائي، يعني تزداد ربما الآمال للمنتخب الوطني. شريطة الفوز، الفوز هو المفتاح سيد ناصر بقيدش، كيف ترى ذلك؟ أعتقد أنه الأساس هو أن نفوز وبعدين الأشياء الأخرى ليس في يدنا، احنا نفوز وبعدين اللي يحصل يحصل، لأنه احنا ما نقدر نترقب نقول هذا أنت فوز وهذا ما تفوز. فأكيد احنا نتمنى أن نكون من في حال فوزنا نكون من أفضل 4 بتأكيد. نعم، فأعتقد أن المهم في المرحلة الأولى هو الفوز وغير الفوز. نعم شكرا. أما بعد ذلك أي فريق مرحبا به، سواء كان كبيرا أو صغيرا، لأن المنتخبات متقاربة وشفنا المستوى في هذه الدورة، ليس هناك فريق صغير أو فريق كبير. حتى الكامرون تعادل على ملعبه، والسنغال الذي صعبت عليه المأمورية، وكل الفرق الكبيرة عادة، ممكن نيجيريا والمغرب والكامرون الثاني فازت في مباراة الأولى، أما البقية فكل الفرق تعثرت. هذا ما يبدو مع منتخب السنغال في مباراة اليوم. يعني منطق في النتائج.
السنغال بنجومها السنغال ناصر بنجومه منتخب السنغال اليوم متعادل وحتى بدخول اللاعبين المصابين فلم يتمكن وكان المنافس ند للند وكاد ان يسجل اكثر من هدف في هذه المباراه. نعم وربما المباراة تلعب في لحظاتها الأخيرة الآن مباراة السنغال مع وعلى جزئيات بسيطة تلعب. نعم في النهاية نصر مقيدش أنت تبدو متفائل بتأهل المنتخب الوطني ليس كذلك؟ بالتأكيد يا أخي إذا الناس تقول أنا عندي الدم أحمر أنا عندي النص أحمر ونص أخضر وأبيض أنا أبيض. شكرا جزيلا لك نصر مقيدش كنت معنا مباشرة من العاصمة القطرية الدوحة عبر تقنية سكايب ونتواصل ونواصل معكم مشاهدينا في كأس أمم أفريقيا تبرز بشكل لافت طريقة التشجيع الأفريقية لمختلف منتخبات القارة السمراء. الزميل سيف الدين بنزردة ينقل لنا الأجواء عبر التقرير الموالي. أزياء غريبة حركات رقص على قرع الطبول والأنغام الصاخبة والموسيقى المتجانسة مشاهد لا تراها إلا في بطولة كأس أمم إفريقيا حيث تجتمع جماهير مختلف المنتخبات لتبدع في طرق التشجيع كل على شاكلته وحسب ثقافته. نحن نتدرب كمجموعة واحدة كل نهاية أسبوع لكي نبدع على المدرجات ونصنع كولوغرافيا جميلة. أفراد الفرقة يخضعون بشكل دوري إلى فحوصات طبية للتأكد من جاهزيتهم البدنية قبل حضور المباريات لأن هذا النوع من التشجيع يتطلب حضورا بدنيا قويا. ولهذه الطرق كلها أسماء مختلفة تعبر عن ثقافة وحضارة كل بلد. نحن نناصر بطريقة تجعل منافسة الكان ممتعة. هناك عدة رقصات منها رقص تمبولي، رقص طلابيلي، السيكو، ماكوسا ورقصات أخرى متعددة. هذه هي ألوان الكان رغم تعدد الجنسيات وتعدد الرقصات وكذلك طريقة التشجيعات إلا أن المتعة تبقى مضمونة في كأس أمم إفريقيا. سيف الدين بنزردة بعثة التلفزيون الجزائري إلى دوالا الكاميرون. نعم إذن هذه هي الطقوس والتقاليد الإفريقية التي حضرت بعضا منها جمال في وقت سابق وشاهدتها يعني في مختلف أفريقيا الزاهية. أفريقيا زاهية فلكل رائع متنوع نعم. علي صراحة أفريقيا عندها سحرها الخاص ومن بينها عندما تروح للملاعب وتزور الملاعب وتدخل الملاعب تشوف طرق وأساليب وكيفية التشجيع فهذا أمر مهم بالنسبة لأفريقيا دائما. نعم و ربما جمال من بين الأمور التي تميز أفريقيا كذلك هي الطابع السياحي والجمال الخلاب الذي يميز القارة. حديقة التجارب بمدينة ليمبي بالكاميرون أحد الأماكن الأكثر إقبالا من طرف السياح خلال فترة كأس أمم أفريقيا وباقي السنة. مكان ساحر وتحف نادرة نتعرف عليها في هذا الروبورتاج لوهيبة بالحوة. بمدينة ليمبي حديقة نباتية تعد من أعرق الحدائق بالكاميرون وبإفريقيا الوسطى تأسست منذ 130 سنة من طرف مزارعين ألمان تعيش بها حوالي 2500 نوعا نباتيا. أهم النباتات التي تتوافر في حديقة الغابة هي الأنزوبيا، الروكو واليانسون. أهم العطور الأصلية موجودة في هذه النباتات. هناك فريق عمل يقوم بتحضيرها. هناك كذلك نباتات أخرى تستحضر منها كل أنواع التوابل. اليانسون وكذلك بيتاكولا متوفرة هنا. أهم التوابل التي تستعملها أمهاتنا ونساؤنا في تحضير الأطباق الإفريقية موجودة هنا. أشهرها جوزة الطيب التي تستعمل أيضا في تحضير الحلويات. الحديقة النباتية تتوفر بها أيضا أعشاب طبية تحضر بها كل أنواع الأدوية الصيدلانية. الأنسيستروكلادوس كوريبنسيس كي على الوقت
لدينا لانسيستوكلاديسك والبانسيسك، هي نباتات مهمة في علاج مرض السيدا، فهو يقوي الجهاز المناعي، لكن الأبحاث والتجارب توقفت لصعوبة عزل هذا النبات عن باقي النباتات الأخرى. في الحديقة. Donc on a plusieurs plantes médicinales, le yohimbe qui est connu comme un aphrodisiaque naturel. أشجار النخيل يفوق عمرها 130 عاما. أشجار الثمار والأزهار والورود متناثرة في الحديقة وسط عشب طبيعي جميل في خضراره يزيد المكان رونقا. مدينة ليمبي تنفرد بغابة مميزة تزينها حديقة نباتية تتربع على 48 هكتارا، تحوي مركزا للبحوث في أصل النباتات التي تصل إلى 46 ألف نوع. وغير بعيد عن النباتات مقبرة لضحايا كاميرونيين شاركوا في الحربين العالميتين، وتضم أيضا نباتات تاريخية ألمانية وإنجليزية تتواجد منذ أكثر من 120 عاما. إذا أتتك فرصة زيارة الكاميرون لأجل كأس أمم إفريقيا فلا تتردد في القيام بجولة في الحديقة النباتية، ولا تنسى المطعم الذي يوفر أكلات شعبية لذيذة تتناولها وأنت تتمتع بالنظر إلى المحيط الأطلنطي عبر أسطحه، فمرحبا بالجميع. مشاهدينا، قبل أن نختم ببعض الثقافات والتاريخ كذلك، أو نختم وربما قبل أن نختم بعض الثقافة وبعض التاريخ على هامش الكان، الروبورتاج التالي لوهيبة بالحو مرة ثانية ينقلنا إلى رحلة في متحف يروي قصة أكبر معبر للعبيد في تاريخ الكاميرون. مدينة أثرية كانت في السابق تعرف بتجارة العبيد السود في المحيط الأطلنطي في القرن 19. مدينة بيمبيا التي تعرف لدى السكان الأصليين ببامبا موقع أثري بامتياز. صور وأسماء لباخرات كانت تحمل العبيد مرسومة على الحيطان، بياجور مميز وأشرطة وفيديوهات تشرح كل تفاصيل هذه الآثار. أنا كوامو، ترعرعت في أغويا، لم أكن على علم بوجود هذا الموقع. الآن أنا أعيش بالولايات المتحدة وللمرة الثانية آتي فيها إلى هنا. جئت لأخذ صور تذكارية لأتقاسمها مع أصدقائي لدى عودتي إلى الولايات المتحدة. لما أتيت لأول مرة شعرت بحنين مميز، كنت رفقة زوجتي وهي أمريكية وتأثرت كثيرا. شواطئ متنوعة ومتعددة برمالها السوداء النادرة تجلب سواحا من كل القارات يفضلون أخذ المعلومة من الأصل. في هذه المنطقة ولدت المسيحية، وفي القرن 19 دشنت أول كنيسة. وضعنا دليلا سياحيا في خدمة السواح، وهذا منذ خروجهم من المطار إلى غاية الفندق، وجهزنا بطاقات سياحية وحافلات جاهزة لاستقبال إخواننا وأخواتنا. لزيارة بيمبيا بمناسبة كأس أمم إفريقيا أخذت السلطات المحلية جميع التدابير لإنجاح الدورة. بيمبيا تبدو مهد الحضارة الكاميرونية، ويبقى هذا الموقع هو الأهم في خليج غينيا. إذن من الثقافة وتاريخ نعود ربما لنختم ببعض الحسابات. محمد جمال، السنغال تعادل في مفاجأة مع منتخب ملاوي، وزيمبابوي فازت على غينيا، يعني أربع فريقان غينيا وكذلك ملاوي بأربع نقاط في المجموعة الأولى، كذلك بوركينا فاسو وجزر الرأس الأخضر بأربع نقاط. في انتظار الرأس الأخضر هو موجود في الحساب الآن. الرأس الأخضر موجود في الحساب، كنا نتمنى فوز السنغال اليوم من أجل أن نطمع في أن تسهل المأمورية والمهمة بالنسبة لنا. للأسف كنا ننتظر فوز غينيا على الأقل اليوم، ولكن غينيا خسرت اليوم أمام زيمبابوي اللي يحتل المركز الأخير بدون رصيد، غير المعطيات وفاز.
اليوم صارت اليوم غانا ربما الأكيد صحيح تبحث عن الفوز بالضبط من أجل أن تنعش الأمال في التأهل إلى الدور القادم. يهمنا فوز نيجيريا إن شاء الله غدا أمام غينيا بيساو، ولكن مباراة بين مصر والسودان السودان كفر. نعم تأمنا أحدهما يفوز على الآخر لكي نستفيد من الأمر بالضبط، ولكن نعم. كل شيء متوقف على المفتاح الذي هو بيدنا، مفتاح بيدنا طبعا شرط الفوز امام منتخب كوت ديفوار. كل التوفيق والنجاح للمنتخب الجزائري في المباراه الحاسمه والفاصله امام كوت ديفوار. فلك ما نتمناه الفوز ولما لا بنتيجه بافضل نتيجه ممكنه حتى نضمن في حال دخولنا في حسابات الفريق الاهداف في حاله واحده يمكن ذلك جعفر الهدف الاول ان تدخل الكره شباك كوت ديفوار. صحيح، وبعد ذلك نسير وندخل كما تعودنا المنتخب الوطني كما تعودنا عليه. شكرا جزيلا لك محمد جمال. بالليلي هو احسن لاعب في الجولتين الاولين للكان. نعم بالليلي احسن كاخر خبر بالليلي نعم. ولكن يعني للاسف لو بالليلي لا يواصل لا نتمنى ذلك لا قدر الله نعم. نحن مع المنتخب ومتفائلون، لكن لحد الان بالليلي هو الاحسن، احسن من ساديو ماني واحسن من صلاح واحسن من محرز واحسن من جمال. انتهى الوقت، شكرا جزيلا لك جمال، كنت معنا في استوديو الكان. شكرا كذلك لناصر مقيدش الذي كان معنا من الدوحه عبر سكايب. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعه. كان في رئاسه التحرير عدد اليوم محمد طوزالين وبقيه اسره التحرير. شكرا لكم شكرا. والسلام عليكم. شكرا. قدم لكم هذا البرنامج برعاية ميليليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم.